السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك رولي بالمندرين والشوكولات، سهل واقتصادي. نخليكم مع الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، نصف كاس ديال سنيده القياس ديال 1/5 المعلقه كبار، كاس الا ربع من الدقيق الخاص بالحلويات ما يعادل 6 ديال المعلقه كبار، ربع كأس ديال زيت المائدة ما يعادل 5 ديال المعلقة كبار، ساشي ديال الفانيلا، قبصة ديال الملح، وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. بالنسبة للطريقة، غادي ناخدو واحد الإناء اللي غادي نديرو فيه البيض. كيف ما قلت لكم، خص البيض أنه يكون بدرجة حرارة الغرفة، وإلا ما كانش بدرجة حرارة الغرفة أي الله خرجتو من الثلاجة، يمكن لكم أنكم تربوه في حمام مريم، او لا تضيفوا البيض واحد الملعقه كبيره ديال الماء الدافئ، باش بحال هكا كيسهل عليكم انكم دغيا كيطلع لكم البيض لما ياخذ الوقت. من بعد كنضيفوا ساشي ديال الفانيلا وقبصه ديال الملح. غادي نخفقوا البيض وحنا كنضيفوا ليه سنيده تدريجيا. يمكن لكم الا ما بغيتوش تستعملوا الفانيلا، يمكن لكم انكم تعوضوها بقشور ديال الحامض او لا قشور ديال الليمون، مادام اننا كنحضروا في كيك رولي بمذاق ديال المندرين. كنستمروا في الخفق. هذه العمليه كتطلب من 8 دقائق حتى 10 ديال الدقائق على حسب نوعيه الخلاط اللي عندكم. يمكن لكم تستعملوا ايضا الخلاط ديال العجانه ولا الطرب اليدوي، غير هو كيطلب شويه ديال الوقت. كنبقاو كنستمروا في الخفق حتى كنحصلوا على واحد الخليط على هذا الشكل، هذا كيكون خفيف شي شويه. ومن بعد غادي نضيفوا ليه داك ربع كاس ديال الزيت القياس ديال 1/5 المعلقه كبار. غادي نخلطوا غير شي شويه باش تخلينا ديك الزيت في الخليط. ومن بعد غادي ناخذوا ديك المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات، غادي نضيفوها لذاك كاس الا ربع ديال الدقيق الخاص بالحلويات، وغادي نغربلوه جيدا باش ندخلوا الهواء للخليط ديالنا. احنا محتاجين اننا ندخلوا ما امكن ديال الهواء باش يجينا الجينواز خفيف ومشيش. وكنبقاو كنخلطوا الخليط من الاسفل للاعلى غير بشويه حتى ما كيبقاوش هنا دوك التكتلات ديال الدقيق في الخليط. غادي ناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن اللي سبق ليا وضعت فيها ورق الزبده، وغادي نفرغ فيها الخليط. انا الصفيحه اللي عندي فيها العبار ديال 30 على 28، يمكن لكم انكم تستعملوا عبار اكثر من هذا اللي عطيتكم، غير هو غادي تجيكم لا جينواز رقيقه، ولا استعملتوا اقل غادي تجيكم الجينواز طالعه شويه. وكنسرحوا الجوانب جيدا باش كتجينا الطبقه متساويه ديال الجينواز. غادي ندخلوها الفرن ساخن على 180 درجه، طيب من الفوق ومن التحت، مده ديال من 10 حتى 15 دقيقه بالاكثر. بالنسبه للكريمه ديال المندرين، غادي نحتاجوا ليها واحد 3 الكيسان ديال المندرين، ونص كاس ديال النشا، ونص كاس ديال سنيده، دائما العبار بالكاس ديال العنبه. وبالنسبه لسنيده، نتوما اللي كتحكموا في الكميه ديال سنيده على حساب الذوق ديال الليمون. الا كان حامض كنزيدوا شويه المقدار ديال سنيده. غادي نخلطوا الخليط مزيان حتى ما كيبقاوش عندك الكريكيبات ديال الدقيق، وكنديروه فوق نار مهيله حتى كيعقد على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيفوا ليه واحد القطعه ديال الزبده غير شي شويه، وغادي نخويوه في واحد الاناء ونديروا ليه بابي سولفيغيزي وندخلوه للثلاجه يبرد لينا مزيان باش الكريمه تشد راسها وتعقد. وهذا هو الشكل ديال الجنواز ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن، كتجي على هذا الشكل. غادي ناخذ واحد ورق الزبده اللي غادي نرش فوق منه سكر ثقيل، وغادي نقلب الجنواز على الوجه ديالها فوق هذاك الورق، ونحيد الورق اللي طابت فيه لا جنواز غير بشويه. و
ومن بعد غادي نبقى كنرولي الكيك غير بشويه بلا ما نضغط عليه باش يبقى محافظ على الفرن ديالو، وباش يبقى محافظ ايضا على الرطوبه ديالو غادي نديرو في واحد الورق سوشيالزي ونخليه في الثلاجه يبرد مزيان. دابا غادي نحضروا لاغاناش ديال الشوكولات اللي ساهله، غادي نحتاجوا ليها 125 غرام ديال الشوكولات، يكون نوعيه جيده. انا هنا استعملت الشوكولات ديال الكالا، وغادي نحتاجوا ياغورت ديال الشوكولات اي نوع بغيتو تستعملوا، وغادي ندير الشوكولات يذوب على عافيه مهيله اولا من الاحسن حمام مريم، وغادي نضيف ليه هذاك الياغورت ديال الشوكولات. غادي نحرك الخليط مزيان حتى كنحصل على واحد الكريمه كما كتشوفوا لهذا الشكل هذا. من بعد ما برد ليا الكيك تماما، انا كما قلت لكم خليته المده ديال واحد نص ساعه يبرد ليا في الثلاجه، غادي نحيدو من هذاك الورق اللي سبق ليا ولويتو فيه، وغادي ناخد العصير ديال المندرين اولا العصير ديال الليمون وكنسقي به لا جينواز. يمكن لكم تستعملوا سيرو عادي، وكنسرح فوق منه هذيك الكريمه ديال الليمون، وكنبدا كنرولي الكيك مره اخرى غير بشويه باش يبقى محافظ على الشكل ديالو. انا هنا عاود دخلت الكيك للثلاجه يشد راسو شي شويه تقريبا غير واحد نص ساعه، وخرجت وقطعت لي الجوانب باش يجيني مقد في الشكل، وغادي نوضع فوق منه لاغاناش ديال الشوكولات، غادي نسرحها مزيان فوق الكيك كامل حتى تغطى ليا بالغاناش مزيان. غادي نزين هكا بخطوط بالفرشات غير باش تعطيني داك الشكل ديال جذع شجره، وغادي نرشها بشويه ديال اللوز مهرمش، تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا. انا هنا عندي اللوز غير عادي ما حمرتوش، يمكن لكم انكم تحمروه. رشيت عليها شويه ديال السكر كلاصي وزينتها بقشور ديال الليمون معسلين على هذا الشكل، يعني نتوما تقدروا تفننوا في الديزاين كما بغيتوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الجينواز ديالنا اولا الكيك رولي اللي كيجي بكريمه ديال المندرين والشوكولات، كيجي مذاق هائل. كنتمنى البنات انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير، وما تنسوش انكم تديروا جيم للفيديو الى عجبتكم وتشتركوا معايا في القناه، وبصحه وراحه.